في منافسات السيدات هنا جودة كسبت منافسات الفردي. شايف إنجازها إزاي مع صغر سنها وهل بتنصحها بحاجة معينة؟ شوف أنا بحب هنا جدا كلاعبة وكمان كبار بار اللعب يعني هنا دايما بتعمل جو حلو قوي في المنتخب. هي دمها خفيف وعندها طاقة دايما طاقة إيجابية ودايما متفائلة ودايما ما هيش شكاية يعني حتى مع صغر سنها وفي أجواء صعبة في نيجيريا ما كانتش دايما بتشتكي مثلا من سوء الأكل أو سوء الانتقالات أو كده يعني بتستحمل ودي حاجة كويسة قوي يعني هي عندها المبادئ إن ممكن تبني عليها حاجات أكبر وأكبر. هي طبعا بطلة كبيرة وممكن كمان إن شاء الله تبقى أكبر من هي. طبعا هي كسبت دينا مشرف سيمي فاينل وهما الاثنين يعني دينا هي يعني افضل لعيبه افريقيه على مر التاريخ لغايه وقتنا هذا هي دينا مشرف كانجازاته كسبت البطوله دي 8 مرات متتاليه ما شاء الله يعني ارقام كبيره جدا. اول محترفه مصريه في المانيا بالظبط لعبت اول واحده تاخد التجربه تبقى محترفه وتروح تعيش في المانيا وتلعب تشامبيونز ليج وتلعب دوري فدينا مشرف بطله عظيمه يعني وهنا ان هي تقدر تفوز على دينا مشرف وان هي تقدر تلعب في المستوى ده انا بشوف ان هو انجاز كبير طبعا. الماتش النهائي ما كانش بقوه السيمي فاينل انا بشوف ان البطوله كانت في السيمي فاينل ماتش النهائي كان محسوم لهنا من قبل الماتش يعني كمان عايز اقول ان هنا ما هي محظوظه ان هي طالعه في جيل قوي يعني هي هنا ومعها مريم الهضيبي ومعها مروه الهضيبي ومعها يسرى اشرف حلمي في دلوقتي برضو في نادي في المنصوره كانت قبل كده في الاهلي وكسبت بطولات كبيره مع الاهلي وكسبت بطوله افريقيا الاخيره 2 ذهبيه ما شاء الله يسرى هنا طلعت في جو منافسة وده اللي خلق عنها البطولة وهو انت لو حطيت ناشئ في جو منافسة قوي يخرج افضل ما عنده لكن عايزين نتجنب ان يبقى فيه دايما عندنا في مصر يبقى فيه نجم او نجمة لا هو احنا كفريق قوي بالزبط. وكفريق سيدات قوي ده مهم قوي يحصل وده الجو الهيلثي اللي لازم ان احنا نحافظ عليه. كان ليك تصريح قبل كده ان افضل حاجة لهنا جودة انها تبعد عن السوشيال ميديا صح تماما هل في رأيك ده ممكن يأثر عليها بالسلب؟ في وقت من الأوقات ممكن يأثر عليها بالسلب لو هي تعرضت مثلا لمباركات أو لكومنتس مبالغ فيها بعد المكسب أو العكس لهجوم بعد الخسارة ممكن هي عشان صغر سنها تاخد الموضوع بشكل يكون يعني يؤدي مثلا لغرور او يؤدي لعدم تمرين بعد الخساره في احيانا في ناشئين كتير بيقعوا في الاحباطات دي فانا شايف او يعني مش عايز اقول رايي قوي بس انا رايي ان هي تستثمر كل دقيقه يا اما في دراستها او في تنس الطاوله ان شاء الله. طيب في الجهه الاخرى في زوجي المختلط انت بتلعب مع دينا مشرف اللي تعتبر من اساطير ومواهب مصر زي ما قلنا وافريقيا في اللعبه صح. بتشوف مهارتها ازاي واحترافها في اوروبا ومدى وتصنيفك ليها على مستوى اللاعبات اللي انت بتتابعهم عالميا يعني انا بستريح جدا في اللعب مع دينا وشايف ان احنا عندنا امل كبير قوي ان احنا نحقق حاجه كبيره لمصر باذن الله. انا ودينا بنلعب مع بعض انا بدانا وانا عندي 10 سنين وهي عندها 7 سنين بنلعب مع بعض زوجي مختلط ومن ساعتها مكملين مع بعض لغايه دلوقتي ففي تفاهم كبير جدا في اللعب بيحصل ما بيننا احيانا كتير قوي دينا كمان بتشني حتى وانا مش في افضل حالاتي يعني في اكتر من بطوله بالذات في افريقيا كنت يمكن بوصل واكون منهك بدنيا او حتى فنيا ممكن ما اكونش في فورمه ودينا هي اللي بتشيل الماتش وده مش متعرف عليه في عندنا في الميكس دبل عامه ان الولد هو اللي بيبقى مسيطر اكتر لكن فعلا يعني حتى انا في موقف مش هنساه كنا بنلعب تاهيل بتاع طوكيو وبنلعب زوجي قوي جدا من نيجيريا هم الاول على نيجيريا شوجن وفونكي الاثنين دول هم اكتر ناس كسبوا البطوله دي يعني في الزوجي المختلط بعد انا ودينا وبعد المباراه فاللاعب النيجيري بيجي بيقول لي انا كنت حاسس ان انا بلعب مع ولدين يعني ما العبش مع ولد وبنت من كتر المدينه كانت من عندها قوه وعندها مهاره وعندها تركيز فانا مبسوط قوي وبجد فخور ان انا بلعب مع دينا ونفسي ان ربنا ان شاء الله يعني يهدينا ميداليا بحيث ان احنا نكون طلعنا بالمسيره الطويله دي بميداليا كبيره عالميه او اولمبيه باذن الله لمصر.